فلوس يا ابن عمي، الايد غلطه خصوصا لما تبقى ايدك. والنعمه انا كنت عروسه قمر، لولاش القلم اللي نزل على وشي ده. ما انت كمان لسانك مبرق. الهي يا رب يا صابر يفتح لك كل البيبان المتقفله في وشك وتبقى على وضعك كده. الهي يا بعيده تصحي من النوم تلاقي ربنا يبارك عليك كده. ياسر بس حضر. يبقى رستري حضر. يقعد يا ميسي يا جرح. جون 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 شاف يا رب. جون يا باشا، الواد ميسي ده لعيب زي رجالة. جوجل دي يا باشا، جوجل ده عشان لما تيجي تخش على جوجل وتكد على البريد يطلع لك الحل من غير هاري ولا لط. شايف؟ شايف الهديه؟ مش جايب لها ميكروويف، هديه بتغسل على ايديها. طب اغسل فينا؟ تعبتك معايا بس عشان جو البوكس ده مانيش فيه عشان برستيج. والله العظيم يا باشا كنت لسه بشكر فيه. فين العفش يا طول ما انت بتتنطط زي سوسه البوليس كده مش هتطول مني حاجه. طول ما في عفش مفيش عفش. ايه انت بس يا انت باشا اقعد اضرب بقى. عايز نساعدك؟ طب اهو انت اهو يا ياسر باشا. اهدى 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 بس يا انت تاني. ده كان فاضل حيطان يا خادع. فين الدعب يالا؟ خد الدعب كمان يا باشا. الشقه كانت مكمكمه، قلت اعمل لك طياره. اه والله وحياة امك ما ظبطك يا ياسر باشا. يا ياسر باشا اقعد وكل حاجه. عورتني اهو عورني اهو يا عزيزي. استغفر الله العظيم. ماشي نقعد نتفاهم. يلا وانا دمي في ايدك يا عم. يا باشا اسمع كلام الباشا الصغير، وبعدين لما يشوفك كده يعمل ايه؟ واحنا بنقول يا هيكله يا باشا انت دارس في امريكا وعارف. جوجل جوجل لخص وقت من الاخر. ماشي ماشي. طب هنشاهد الباشا الصغير يا عم. حط نفسك مكاني او مكانه او مكانك. يا باشا ياخد مراتي يلبسها قضيه شمال يلطها عشان ما عرفش يجندها. يرضيك يا باشا يعني خدها من عندكم ملطوطه. انت عبيط يالا تسرح عفش ولاد اخلاتي. يا باشا ما انا حكيتها معاك كتير وداج المراته واضع والعتاب صابوني القلب. وبعدين انا سامحتك 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 كتير. وسكان اصاله حذرت انا بقى بكرت على طول. ولا هات من الاخر طلباتك ايه؟ شريط اصاله. يا فراش تعز يا هنا انا صعب عليك بالعافيه. استنى هقول لك تفرج على الليله لو يعني الان افرج عن العفشه غير كده يا كبير هزعل واجيب ناس تزعل. وحياه دم السخن ده اديك اللي بيستاهل. شفت رمي البلا سهل ازاي؟ على فكره انا عارف انك تقدر تسجنني بس عادي عادي عادي. قانون العقوبات في الماده 316 بينص على ان اللقطه اللي احنا فيها دي من 6 شهور ل7 سنين محامي ب 200 جنيه يجيب لي فيها 3 شهور 3 مانز اخش اركلس كده بقى سليبنج وانامهم. اعتبرها خرجت. ايه ده جوزها؟ مجازي يعني؟ مراتي خرجت مجازي. ايه اعتبرها خرجت. مراتي خرجت مجازي. طب يلا يا لولا خرجنا خلاص كفاره. ايه يا باشا انت كده شايفني خفيف؟ انا مش هخرج من هنا غير مراتي معايا. اسحب لك سحبه مايكل وشي شايفك وبكيفك عليك.
مشمش الجيران شكوا، وبعدين 100 مره قلت لك ان الميه في صابون بتاكل في المسلح، والمسلح موحوح لوحده. خليك في حالك يا اخويا. ما حالي هو حالك يا بنت. انت هتفضلي لابسه وش الخشب ده لغايه امتى؟ والنبي سيبيني في حالي يا شيماء. يا بنت اتقمصتي من غلاين اعصاب ومش عارف على ايه. ده صبر يتمنى لك الرضا ترضي. ما ده اللي قهرني، نفسي اخلف لي حته عيل. احنا داخلين في سنتين جواز وست سنين خطوبه، كان زمان جبنا اعمال وبذاكر له ماس يعني حسابي. العيل جاي جاي يا لولا. ربك ما بيديش الحسابين، بيدي الموعدين. خلينا بقى من الموعدين، انت دارس امريكا وعارفه. يا صبر حط نفسك مكانها برضه. خليكي في حالك انت، الله يبارك لك. انا حاطط نفسك مكاني بالعافيه. طب عاوزين نسقط بالليل ونروح الدكتور. حس بيا يا صابر، حس بيا بقى يا اخي. ساعه كده ان شاء الله هحس بيك. اشمعنى يعني؟ واخد مسكن مهبطني وسنه الناس. انا لا رايح دكتور ولا هجيب دكتور. اللي ربك عايزه هو اللي هيكون. اكلت الكلب، اصل دي روح مش يمامه هتجيب البندق بتاعها وتيجي. يا ابن عمي جاي معايا ولا هتطلع مع اليمامه تجيب البندق؟ حبيب قلبي معايا. تجيب بوسة ولا ده موضوعنا؟ اه مش موضوعنا. مش كفاية بقى ونركز في شغلنا شوية؟ حياتي بليز تركني شوية. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما يختصبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجة هنا. ايوه يا جمال وفلاسفر. انتك النهاردة في التيفي قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد علي كلاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قال طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يالا، عايز ايه؟ شريط اصالك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي دبان جميري وقعت في ايدي بالرنج بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو. قلت اجيبها للباشا هديه، والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجاتي والزوايف. برافو صابر، بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120 ألف جنيه ده في حسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال 100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا عاد؟ واحد. واحد ايه؟ قصدي يقول لك 100 ألف يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا، ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو. هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى، خد البنت دي رهينه لغايه الفلوس ما تجهز. اقعد يالا بلا شمبك. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر، والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العمليه الجديده مقفوله بالضبه والمفتاح. المقفول يتفتح. قرصتها والاب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ونقول امين. كله في البسين بيليل. يا جمال الله، في ايه؟ انت تترقعني في الكلام يا عم؟ لا هرقع لك ولا تسرفلي. شيل ده من ده ارتع عندك وبلاش تتليق. اقعد بس يا صابر. يا عم ما هيشه الراجل بتاعنا برضه، واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب اقعد عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر. العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرحه؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على غير المليين. وعد وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد، صابر جوجل واللحظه الحقيقيه، عشان لو احتجتني ده الايميل. ما انتش غريب برضه. واحد تسمح لي تاخد التاني؟ ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى العيب في سرير. نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. في ايه يا دكتور؟ كيمستري بالبلدي كده، الكيمياء بتاعتكم مش عاجبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف،
ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبعا، وساعتها نكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع رفقه مستحيل بصراحه، الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا. تاكل يا بنت انت القصد والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك، ده احنا في احسن حال. يا والله يا صابر زيك يا صابر، انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه.